وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة الزواتي توقعت أن يبدأ الأردن بتزويد لبنان بالطاقة الكهربائية الأردنية في بداية العام المقبل، وأضافت زواتي أن الأردن يسعى للاستثمار في البنية التحتية لقطاع الطاقة مع سوريا ولبنان. إحنا اليوم عقدنا اجتماعنا الثلاثي ما بين الأردن وسوريا ولبنان لتزويد لبنان بالكهرباء إن شاء الله، ويعتمد تاريخ تزويد الكهرباء للبنان لأهم إشي إن إعادة تأهيل البنية التحتية في الجانب السوري. وزي ما تفضل وتحدث وزير الكهرباء السوري بأنه بدأوا فعلا على الأرض منذ 3 أشهر تقريبا بإعادة تأهيل البنية التحتية، خاصة في المناطق اللي مدمرة فيها هذه البنية التحتية من أبراج لمحطات تحويل وما إليه. والجانب السوري بيقول إنه بنتهي خلال 3 أشهر أو أكثر قليلا من هذا التأهيل، وبالتالي نتوقع في بدايات العام القادم إنها نقدر نوصل الكهرباء الأردنية إلى لبنان. زواتي أضافت أن الطاقة القصوى التي يمكن نقلها إلى لبنان ضمن البنية التحتية الحالية تبلغ 270 ميجاوات، لتسمحها خطوط الربط لا تتعدى 270 ميجاوات، فبالتالي إحنا رح نمشي بأكبر سعة تسمح لنا فيها الخطوط واللي هي 270. إذا بدنا نطلع عن هذه الكميات لازم يكون في استثمار في المزيد من البنية التحتية. من جانبه وزير الطاقة السوري غسان الزامل قال للمملكة إن إعادة الربط الشبكي الكهربائي فيه مصلحة مشتركة بين الأردن وسوريا ولبنان. اليوم الاجتماع الثلاثي ما بين الجوانب الثلاث الأردني واللبناني والسوري طبعا، وفي توافق تام وفي مصلحة مشتركة للدول الثلاثة لإعادة الربط الشبكي الربط التزامني ما بين الدول الثلاثة. المعوقات كانت كبيرة طبعا في الجانب السوري نتيجة تدمير خطوط الربط ما بين الأردن وسوريا. وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض قال إنه تم تحقيق تقدم في ملف إمداد لبنان بالغاز. نحن اليوم عم نستكمل طبعا المباحثات بإطار تعزيز العلاقات بين الدول الشقيقة، وكمان بإطار تعزيز الاستقرار وتنمية قطاع الطاقة عنا بلبنان. بتعرفوا الزيارة اليوم جاي بعد الزيارة اللي قمنا فيها مبارح والأول مبارح في مصر، حيث يعني حققنا تقدم بموضوع إمداد لبنان بالغاز. ينضم إلينا سيد عبد الفتاح الدرادكة مدير عام شركة الكهرباء الوطنية السابق، أهلا وسهلا بك سيد عبد الفتاح. إذا نتحدث الآن عن خطط موجودة، النقاشات تمت، ما هي الحيثيات التي قد يتطلبها هذا الجدول الزمني للبدء بالتنفيذ من كل الجوانب؟ شكرا لكم. حقيقة موضوع الربط الكهربائي من الأهمية بمكان، من المعروف أن الأردن وسوريا ولبنان هم جزء من المنظومة الكهرباء الربط الثماني، وبالتالي تم ربط الشبكات منذ فترة يعني ليست قليلة. الآن أهمية الربط طبعا بالإضافة إلى تزويد الكهرباء هو خلينا نقول موضوع استقرارية الأنظمة الكهربائية وأيضا تزويد الكهرباء. طبعا الحاجة الآن موجودة في لبنان للكهرباء وأيضا سوريا، وبالتالي هناك اتفاقية من الأساس مع الإخوان السوريين. طبعا بسبب الظروف الراهنة توقفت العمل بهذه الاتفاقية سنة 2012، نأمل في هذا الاجتماع تجديد هذه الاتفاقية وعمل أيضا اتفاقية جديدة مع الإخوان في لبنان، وهذا طبعا بدوره يعزز من التضامن والتكامل العربي. والموضوع الربط الكهربائي الحقيقة يفيد للأطراف كافة، يفيد في استغلال الطاقات الزائدة والاستطاعات الموجودة في النظام الكهربائي الأردني، ويفيد أيضا للأنظمة الكهربائية. هناك أيضا يعني الحاجة للكهرباء، وكجزء من يعني تشغيل خط الربط السوري الأردني
أردني من ممكن نفكر في المستقبل في موضوع أيضا لأنه العراق جزء من الربط الثماني، أنه يستكمل الربط من خلال الأراضي السورية مع العراق، وبالتالي يكون هناك سوق مفتوح للكهرباء ما بين الأردن وسوريا ولبنان والعراق. هذا الموضوع مهم جدا من الناحية الفنية للأنظمة الكهربائية، وأيضا يلبي حاجة الأخوة في لبنان وسوريا إذا أرادوا ذلك الكهرباء على ضوء توفر الاستطاعات الكهربائية في المملكة الأردنية الهاشمية. إذا ملف الربط بحسب ما ذكرت سيد عبد الفتاح فهو ليس بجديد وتم العمل عليه سابقا، هناك نوع من التأسيس وهناك التمهيد كذلك، اليوم ماذا نحتاج فيما يتعلق بالتحضير الفني، تمهيد وتحضير البنى التحتية من كافة الدول حتى يتم إنهاء هذا الربط بالمدة المأمولة؟ معروف أنه الأردن وسوريا مربوطين بخط ربط كهربائي 400 كيلو فولت، وأيضا بخط كهربائي آخر بين سوريا ولبنان 400 كيلو فولت. طبعا الاستطاعة ما بين سوريا بين الأردن وسوريا استطاعة قد تكون مرتفعة تصل إلى ما بين 500 و700 ميجا وات، لكن قد تكون الاستطاعة محدودة ما بين سوريا ولبنان مثل ما ذكرت معالي الوزيرة 270 ميجا وات. الآن البنية التحتية نحكي عنها اللي هي تجهيز الشبكات. الشبكة ما بين الأردن وسوريا ممكن تكون تعرضت زي ما حكم على الوزراء إلى التدمير أو التأثير بشكل أو بآخر، فالأجهزة الفنية بتصور في الأخوان في سوريا، وأيضا من عندنا من هون جاهزين خطنا، إحنا حسب معلوماتي هو جاهز لغاية الحدود السورية، بظل المشكلة بين الحدود السورية ومنطقة دمشق أو منطقة الميدان في دمشق حيث المربوط ما بين محطة شمال عمان ودمشق. الآن ما بين سوريا ولبنان أكدوا المعالي الوزراء أنه الربط جاهز، وبالتالي بتصوري أن أعمال الصيانة على خط الربط 400 كيلو فولت ما بين الأردن وسوريا ممكن السيطرة عليها بفترة قصوى، يعني خلال الشهرين القادمات، بحيث زي ما أكدت معالي الوزيرة أنه بداية السنة راح يكون الربط إن شاء الله فعال. نعم، هذه الطاقة القصوى التي تحدثت عنها الوزيرة هالة زواتي فيما يتعلق بما هو موجود ومتاح الآن، هل هو مرتبط بالشبكة التي يتم تحضيرها أم أنه بالإمكان التحدث أو العمل على طاقة قصوى أخرى وأعلى من هذه الموجودة حالياً؟ الحقيقة الموجود عندنا بالأردن عم نحكي ناحيتين الآن، هل قديش الشبكة بتستوعب وقديش القدرة التوليدية الموجودة عندنا بالأردن هون. القدرة التوليدية زي ما بنعرف إنه إحنا عندنا استطاعات والحمد لله كافية إنه نعطي كمية معقولة من الكهرباء للبنان وللإخوان في سوريا إذا بحتاجوا إلى هذا. الموضوع الشبكة طبعاً خلينا نقول انه في عندنا خط الربط الان اللي هو جزء من خط الربط الثماني اللي هو 400 كيلو فولت ما بين الاردن وسوريا، هذا بيستوعب لغايه 700 ميجا وات تحت اجراءات فنيه تحت ظروف فنيه معينه. ايضا في المستقبل هناك الربط السوري القديم حقيقه 230 كيلو فولت، لكن هذا يحتاج الى وقت اطول، ممكن زياده الاستطاعه من خلال الخط القديم الموجود، لكن حاليا نحن بنحكي على خط الربط الموجود ما بين الاردن وسوريا اللي هو 400 كيلو فولت. الان ظروف التشغيل ما بين الخطين ما بين سوريا ولبنان هو ايضا 400 كيلو فولت، لكن استطاعه ذلك الخط تعتمد على امور فنيه، ممكن الحكم على الوزراء انه الاستطاعه 270 ميجا وات، هذه الظروف هم اللي بيعرفوها، نحن ليست متوفره لدينا. نعم، هذا هو ما هو متاح وتم الحديث عنه حاليا. بالعوده الى ما تفضلت بالحديث عنه فيما يتعلق بالربط الاردني السوري الذي كان خارج الخدمه منذ تقريبا عام 2012، اليوم بهذا المضمار وبهذه الحيثيات والتاكد من الفنيات، لكن هل من ضمان لصلاحيه هذا الربط او هل من عمل مطلوب الان خاصه بعد توقف؟ من ناحية الأردن الشبكة الأردنية في أحسن حالاتها وجيدة وصيانتها دائمة ولا يوجد مطلوب شيء. المطلوب هو من الجانب السوري التجهيز بين الحدود السورية والمحطة التحويل الموجودة بالقرب من دمشق في داخل سوريا. الآن إذا بدنا نحكي عن المستقبل، وإن إذا فيما إذا كان هناك تفكير في عملية زيادة الاستطاعة وزيادة التزويد وأيضا التبادل مع العراق وسوريا ولبنان، لابد من تعزيز خط الربط
الموجود بخط آخر أو رفع استطاعة الخط الحالي لهذا الف. أما اللي بنحكي به الآن بنحكي على استطاعة تصديرية تقريبا 700 ميجا وات في الوقت الحاضر. إذا ما أردنا رفع الاستطاعة وهي طبعا متوفرة في نظام الكهربائي ما عندنا مشكلة، لكن إذا أردنا أكثر من ذلك فالمطلوب هو رفع استطاعة الشبكة بين الأردن وسوريا. نعم، شكرا جزيلا لك سيد عبد الفتاح الدرات كمدير عام شركة الكهرباء الوطنية السابق.